اليوم العرض الاول ديال الفيلم طاب حالكي اللي هو الفيلم ديالي الثاني. الفيلم عبارة على ويكلو، اذا الفيلم كله كيدور في مستشفى بوبليك وكيحكي قصه ديال واحد الطفل صغير كيجي مع عائله ديالو واحد القريه باش يداويوه، ومن خلال هذه القصه هذه كنحكيو قصص ديال الشخصيات الاخرى اللي كيتلاقى بها، الفرملي، الشيروجيان، الطبيب اكسيتيرا. فهي عباره على ميتافور للمجتمع المغربي كامل في هذا المستشفى. الو ادوار البطوله ماشي غير سعيد باي وفاطمه الزهراء، هما سان فيلم افيك بليزيوغ بيرسوناج امبورطون. فالاختيار ديال اولا اختاريتهم باش ممثلين مزيانين وكيعجبوني وكنتفاهم معاهم، ومن بعد اون افي كوميم دي اوديسيون اي دي كاستينغ وكينطبقوا الشخصيه وانهم عجبتهم الشخصيه يمثلوها. ف سيتي توت ان ترافاي دو ريشيرش دو ديسكوسيون اللي وصلنا ليه في الاخر، انهم خدينا كسوا سعيد بور لو هول وفاطمه الزهراء ولا زكريا عاطفي. فكل واحد فوالا سيتي اون ديسيزيون سبيسيال بارتيكولير بارابور او بيرسوناج اللي غادي يمثل وبارابور لونفي ديالو انه يخدم معايا. فوالا سي كوم سا. الو الاول ديال الفيلم تصوروا بعض الحوايج على برا ديال كازا في لوتوروت في السوق، وداك الشيء صورناه هنا في كازا، ولكن المستشفى حد ذاته كان في الجديده. الو خمسه ديال الاسابيع ديال التصوير و 8 الاسابيع ديال البريباراسيون. لا لا القصه مخترعه، ولكن سي دي زيستوار اللي حنا كنعيشوهم يوميا في المغرب. يمكن تمشي اليوتيوب وتلقاي قصص عديده في المستشفيات واقعيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.